صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم لسنة 2018 ونص المرسوم الأول رقم 50 بتعيين الدكتورة سماح محمد سليمان مديرا عاما لمعهد البحرين للتدريب في وزارة التربية والتعليم بدرجة وكيل مساعد. فيما نص المرسوم الثاني رقم 51 بتعيين السيدة ندى يوسف عبد اللطيف دين وكيلًا مساعدا للنقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات. كما نص المرسوم الثالث رقم 52 بتعيين السيدة أحلام أحمد خليفة العامر وكيلًا مساعدا للمناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم.